الرئيس اتكلم عن الإصلاحات، اتكلم النهاردة في الأكاديمية العسكرية عن الإصلاحات. أي إصلاحات؟ الإصلاحات اللي نفذتها مصر، عملت إيه حتى تساعد في صمود الاقتصاد رغم الآثار الكبيرة للأزمة الاقتصادية العالمية وأثار الأزمة على كل القطاعات في كل الدنيا، في كل الدنيا. خليني هنا أخد معانا على التليفون بكل ترحيب الدكتور محمد شادي، باحث الاقتصاد السياسي بالمركز المصري للدراسات الاستراتيجية. أهلا بك يا دكتور محمد. أهلا بحضرتك عندكم السلام غالي. كنت عاوز أفهم من حضرتك أو نحلل مع بعض كلام الرئيس النهاردة عن الإصلاحات الاقتصادية اللي نفذتها مصر واللي ساهمت بدور كبير في الصمود بتاعنا حتى هذه اللحظة أمام كل العقبات اللي بتمر بالعالم. طيب أنا بس هاخد حضرتك كده لسنة 2014 كده، أول لما يعني الرئيس كان بيتولى حكمه، يعني هتلاقي حضرتك إن الدولة كان عندها ثلاث تحديات رئيسية. أول حاجة عندنا تحدي أمني، بعدين تحدي حياتي، المصريين ما كانوش لاقيين كهرباء، ما كانش فيه غاز، ما كانش فيه مية، الطرق متكدسة، مواصلات صعبة للغاية، وطبعا ده بالإضافة بقى للوضع الاقتصادي الصعب جدا 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 اللي كان حاصل، معدلات نمو متراجعة، معدلات تضخم تقريبا مش موجودة عشان ما فيش استهلاك خالص، معدلات بطالة هي الأعلى يعني من 30 سنة عند 13.5%، معدلات نمو عند 2.5%. ده ياخد بال حضرتك ده الوضع الرئيس استلم فيه. دلوقتي انا بكلم بعد ازمتين، شوف احنا وضعنا عامل ازاي. عندنا ادنى معدل بطاله في 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 يعني يعني ال 40 50 سنه اللي فاتوا، ممكن صحيح. من اول يعني قيد لينا عندنا معدل نمو في وسط الازمتين اعلى من ال 4%، ادنى حاجه خالص ممكن نوصلها 3.5%. عندنا احتياطي نقدي، وانا بكلم حضرتك دلوقتي عند يعني قريب من 35 مليار دولار. الرئيس لما كان مستلم كان عندنا 12 مليار دولار. الاوضاع المعيشيه للمصريين مستقره في وسط حزمه، الكهرباء ما بتقطعش، الجزء متوفر، صحيح اسعاره مرتفعه لكن ده متوفر، مفيش صنف من الغذاء مش موجود في السوق، مفيش صنف دواء مش موجود في السوق، كل حاجه متاحه في السوق فيما عدا يعني 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 ارتفاع الاسعار، كل حاجه موجوده ومستقره. حضرتك بصيت دلوقتي بقى في نفس النقطه اللي احنا موجودين فيها على نفس دوت في الدول الاوروبيه، هتلاقي في غياب لسلع كتير جدا. مثلا كان عندهم مثلا من الاسبوعين اللي فاتوا مثلا او الثلاث اسابيع اللي فاتوا عندهم حاجه اسمها ازمه الخضار، ما كانش فيه طماطم، ما كانش فيه بصل، وهكذا. ده ملخص الوضع الاصلاحات اللي الرئيس عملها. الرئيس عمل ايه بقى؟ اصلاحات او الدوله المصريه عملت اصلاحات ايه خلال الفتره اللي فاتت دي؟ على كل المستويات. سمي لي حضرتك اي مجال وانا هقول لحضرتك. تعالى مثلا نتكلم على مجال الجيزه مثلا. مجال الجيزه مثلا يعني الدوله اشتغلت فيه على اربع محاور. اول حاجه عشان توفر ميه عشان تزرع بيه، ثاني حاجه تزيد رقعه الارض الزراعيه، ثالث حاجه توفر احتياطي نقدي علشان تستورد احتياجاتها من الخارج، رابع حاجه توفر صوامع علشان تخزن قمحها، وخامس حاجه عشان تبني مخازن استراتيجيه عشان توفر يعني السلع الاستراتيجيه الثانيه زي الزيوت والاجبان والسكر والخيار. ده في الجيزه. فتعالى نشوف في مجال الطاقه مثلا. في مجال الطاقه هتلاقي حضرتك انه مصر عندها برنامج للاكتفاء ذاتيا من المنتجات البتروليه، المفروض كان ينتهي في 23 بسبب الازمه تاجل نص سنه، المفروض ينتهي يعني في النص الاول 24. هنستقل، احنا هنستغني تماما عن كل المنتجات البتروليه اللي جايه من الخارج. عندنا برنامج طموح جدا لتصدير الطاقه الكهربائيه للخارج سواء لدول الخليج او الى اوروبا وافريقيا، واحنا دلوقتي ولا بكلم حضرتك بنصدر للشام وبنصدر لليبيا. مصر عندها شبكه، اعاده بناء الشبكه الداخليه بتاعتها بالكامل، كل الشبكه الداخليه البلد. كان عندنا خط واحد، الشبكه الوطنيه للكهرباء او القوميه للكهرباء كانت عباره عن خط واحد موازي نهر النيل، الشبكه دي ازدوجت دلوقتي وبقت رابطه كل انحاء مصر ببعضها. عندنا رابع اكبر مزرعه لانتاج الكهرباء، عندنا فايض لانتاج الكهرباء 26 جيجا وات، وانا بتكلم حضرتك دلوقتي بقى المكان عندنا عجز ب 6 جيجا وات، كانت بتشكل اكثر من خمس الطاقه الكميات الكهرباء المتاحه لينا في وقتها. التحسينات والاصلاحات على كل المستويات، سواء اصلاحات اقتصاديه، اصلاحات ماليه، اصلاحات نقديه، او حتى اصلاحات في القطاع الحقيقي. عاوز اقول لحضرتك ان احنا مثلا عدد السواح
في السنه اللي استلم فيها الرئيس كان اقل من 5 مليون سائح. انا بكلم حضرتك النهارده ان احنا عندنا اكبر عدد من السائح في تاريخ مصر، 15 مليون سائح، وربما يتجاوز العدد ده على نهايه السنه ما شاء الله. واحد أنا شفت بالفعل رقم، يعني أنا شفت رقم على عدد السائحين في مصر في إبريل اللي فات ده تخطى 1,350,000 سائح. ده أكبر عدد في شهر، وأنا بقول لحضرتك إن إحنا ممكن السنة دي نتجاوز ال 15 مليون سائح مع نهاية الموسم إن شاء الله. بإذن الله. أنا بقول لحضرتك إنه ده مش جاي نتيجة لعب أو جاي نتيجة الصدفة أو جاي نتيجة إنه يعني السبب تمطر علينا ذهب. ده بيحصل في وسط أزمة عالمية طاحنة بتسيطر على العالم كله، والعالم كله بيعاني منها، الكبير والصغير بيعاني، التضخم واكل الدنيا كلها. شوف حضرتك الدول المجاورة لينا اللي في الإقليم، يعني مش عارف أسمي أسماء، لكن سواء جنبنا سواء على الناحية الثانية من البحر، شوف حضرتك إيه اللي حاصل عندهم. الدول دي عندها المفروض يعني اقتصادات أقوى مننا، عندهم نفس أوضاع بالظبط. عشان إحنا بس بنتكلم على التضخم مثلا، التضخم عندنا احنا 32 الشهر ده، في دول اخرى معدي ال 40 ووصل عندهم 80. بنتكلم على تراجع لسعر الصرف، سعر الصرف ابتدى يتراجع، كل الاسواق الناميه بما فيها الهند، بما فيها تركيا، بما فيها تشيلي، بما فيها الارجنتين، البرازيل، عندهم سعر الصرف متراجع. انا بتكلم حضرتك على قوه عظمى، قوه ناشئه عظمى في الاقتصاد العالمي عندها نفس اللي بيحصل عندنا. عندنا في نفس الوقت ده بقى احنا معدل نمو اعلى من 4%، انخفاض لمعدلات البطاله، عندنا استقرار في الاقتصاد الكلي، ما عندناش مشاكل تذكر فيما عدا مشاكل سعر الصرف اللي الاداره بتحاول تحافظ عليها عشان تحافظ على حياه المصريين يعني مستقره. وبالتالي ده كله جاي بسبب برامج واسعه جدا. حضرتك سمي اي مجال، انا هقول لحضرتك البرامج اللي مصر نفذتها في خلال الثمان سنين اللي فاتوا، برامج اعجازيه. البرنامج اللي اتنفذ خلال الثمان سنين اللي فاتوا لا يوازيه برنامج اخر من حتى يعني من عهد محمد علي، عهد الرئيس عبد الناصر، لم ينفذ في مصر برنامج زي اللي اتعمل في مصر. وانا بتكلم حضرتك بالله لهذه الدرجه يا دكتور. انا بقول لحضرتك يعني شوف شمول البرنامج عامل ازاي، شوف الوضع النواتج بتاعته عامله ازاي، شوف البرنامج بيتنفذ في اي ظروف، وحضرتك تعرف مدى عمق اللي بيحصل. وعلى فكره والله انا يعني حقيقي مش بقول الكلام ده يعني في المطلق، حضرتك بعد لما التجربه دي تنتهي هتبدا في يوم من الايام في ناس غيرنا هيجوا يقيموها. لما الناس دي تقيم زي ما الرئيس عبد الناصر كان بيتهاجم في عصره ومحمد علي كان بيتهاجم في عصره، الرئيس السيسي اللي الناس بتهاجمه دلوقتي هيقولوا عليه ان هو انجز مصر ما لم ينجزه احد بذات القدر من قبله. يعني أنا أظن عندي إيمان كامل بنفس وجهة النظر. أنا بشكرك جدا يا دكتور محمد، كل الشكر لدكتور محمد شادي، باحث الاقتصاد السياسي بالمركز المصري للدراسات الاستراتيجية.